بعض الآلات يظن الناس أنها تتواجد فقط في الأفلام الخيالية ولا يمكن تطبيقها في الواقع، إلا أنه أصبح من الممكن صنع أي شيء تقريبا مع تطور التكنولوجيا. نقدم لكم اليوم بعض المركبات الآلية التي تستطيع تحويل وتغيير شكلها بكل سهولة ونجاح. سيارة الجيب الهيدروليكية. مركبة هام رايدر الهيدروليكية عبارة عن سيارة دفع رباعي متصلة بنظام هيدروليكي متطور قادر على رفعها حوالي 5 أقدام في الهواء لتتمكن من السير فوق السيارات الأخرى بكل سهولة. وتعد هذه السيارة التي صممتها شركة فيرزون من الحلول الممكنة لمشكلة الازدحام المرورية التي تعاني منها جميع الدول تقريبا، حيث تستطيع هذه السيارة السير فوق خط كامل من السيارات عن طريق الضغط على زر واحد فقط، كما أنها تمتلك عدة كاميرات تم وضعها أسفل السيارة حتى يستطيع السائق تفادي الاصطدامات بالسيارات الموجودة أسفله. سيارة ليترونز المتحولة. تمكنت شركة ليترونز التركية من تحويل سيارة BMW إلى إنسان ضخم على غرار سلسلة الأفلام الشهيرة ترانسفورمرز، ويستطيع هذا الروبوت الذي أطلق عليه المهندسون اسم أنتيمون التحول من سيارة عادية إلى روبوت قادر على تحريك رأسه ورقبته ويديه وقدميه بزاوية 120 درجة في غضون 30 ثانية فقط. ومن الجدير بالذكر أن هذا الروبوت يتم التحكم فيه عن بعد، لكنه لا يستطيع المشي، إلا أن المهندسين واثقين من قدرتهم على إضافة هذه الخواص في المستقبل. قارب كورموران المتحول. صنعت الشركة النمساوية كورموران قارباً متطوراً يمكنه تغيير شكله إلى 4 أنواع مختلفة من المركبات المائية عن طريق لمسة زر واحدة، حيث يتحول إلى زورق سريع ومركب ثنائي الهيكل ويخت وحتى قارب محلق. ويبلغ طول قارب كورموران الرائع 7 أمتار ويتراوح عرضه بين 1.5 و 3.5 متر، كما أنه يحتوي على محرك ثلاثي بقوة 493 حصان وتصل سرعته القصوى إلى 72 كيلومترا في الساعة. سيارة الليموزين المتمددة. قامت شركة كلاسن الألمانية بتحويل شاحنة مرسيدس فيانتو إلى سيارة ليموزين فاخرة تستطيع التمدد من أجل توفير الرفاهية التامة للزبائن. وتتمتع هذه العربة المدرعة بالمميزات العديدة التي تتوفر في العادة بسيارات الليموزين، مثل الكراسي الجلدية المكيفة والثلاجات الصغيرة، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة. وتمتلك هذه السيارة أيضا خاصية عزل الصوت. وبالإضافة إلى كل هذه الرفاهيات، قامت الشركة بتصميم تطبيق يتم تثبيته على هواتف الآيفون حتى يستطيع الراكب التحكم في كل شيء بالسيارة بكل سهولة وهو جالس في مكانه. لاند روفر تتحول إلى منزل. تستطيع هذه السيارة أن تتحول إلى مكان للمعيشة خلال 43 ثانية فقط، وتم تصميم السيارة من قبل الفرنسي برايس بيدر حتى يستطيع هو وحبيبته آيرينا عيش حياة الترحال والاستكشاف بسهولة. وتحتوي هذه السيارة القوية على مطبخ ومرحاض صغيرين وغرفة نوم مريحة، بالإضافة إلى دش ذو مياه ساخنة. وبالطبع تستطيع هذه السيارة القيادة خلال التضاريس المختلفة، كما يمكن لصاحبها السفر أو العيش في أي مكان يريده. عربة التخييم الواسعة. تمتلك عربة التخييم الفرنسية Pure 3X القدرة على توسيع حجمها من 20 قدم إلى 130 قدما مربعا خلال 20 ثانية عن طريق الضغط على مفتاح كهربائي واحد فقط. وتحتوي العربة على غرفة نوم وغرفة معيشة وغرفة طعام، بالإضافة إلى مطبخ وحمام مجهزين بالكامل. وتم تصميمها باستخدام تقنية التدخلات التي تسمح للمنزل بالانطواء والتوسع مع عدم تضرر الأثاث إطلاقا. ويبدأ سعر هذه العربة من 330 ألف دولار في فرنسا وأوروبا، حيث لم تتوسع الشركة إلى بقية العالم بعد.